والمثقفين، كيفاش كنتوا تعاتوا مع المسألة السياسية ومع السياسيين اللي شهدناهم خلال هذه الأيامات هذه الثورة في خلال 10 أشهر؟ سمحني ساعة، أنا حبيت نوضح حويجة بالنسبة لسي لاجوري. قال اللي ينتخبوا اليوم اللي ما شاركوش في الثورة حبوا يبرهنوا مشاركة، لكن أنا مثلا نتكلم على أبناء جيلي. أنا أبناء جيلي أنا شاركوا في معركة التحرير الأولانية، معناها اللي من جيلي أنا، اللي من جيلي أنا ما تنجمش تخرج لك في مظاهرة في الثورة هذه، خرجوا أولادي وأولاد أولادي، لكن أنا خرجت في معركة التحرير وما جاتنيش الفرصة باش ننتخب كيما اليوم. اليوم لقيت باش نبرد قلبي. أنا من عام 54 ومن عام 55 ما أنت عايشة في كبد إلى يومنا هذا. اليوم اللي تحررت، اليوم لقيت باش رد الفعل. أنا علاش عشت كي دخلت وشعرت بالمسؤولية. وبالنسبة لي أنا كما قلت قبل، الثورة هذية بالنسبة لي هدية الأحفاد للأجداد. الحمد لله، يعطيك الصحة. احنا جميل. شاركنا في الثورة ضد الاستعمار، لكن بارك الله فيك. اولادنا واولاد اولادنا شاركوا في الثورة هذه وهداوها لنا. يعطيك الصحة، هذا جميل، هذا قول هذا لابد ان نعاود نكرر.